جود شات. بكره المركب هتوصل المينا في اسكندريه. نفس سعادتك معانا بقى، عايزين العمليه دي تعدي على خير زي كل مره. الكميه المره دي قد ايه؟ يعني كبيره كبيره قوي. مين اللي هيستلمها؟ ولدين جداد هم اللي شغالين معايا دلوقتي، هيقوموا بالعمليه. قصدك حربي وزين؟ تمام. وهم يا باشا، انا سمعت ان الولدين دول عملوا معاك شغل كويس قوي الفتره الاخيره دي، وانهم مسكوا المسابق مكان رشوان. تمام مظبوط يا باشا. انت واثق من الاولاد دي يا نعيم؟ والله سعادتك هم لغايه دلوقتي شغالين كويس قوي، انما لو بظهر حاجه منهم كده ولا كده، سعادتك عارف الجنينه عندي كبيره والشجر كتير. انت عارف اكتر حاجه بتعجبني فيك ايه يا نعيم؟ انك راجل عملي وبتبص للمصلحه وبس. تلميذ سعادتك ده من بعض ما عندكم يا باشا. طب اعمل حسابك بقى ان عمولتي هتزيد المره دي الربع. ايوه بس سعادتك مش شايف ان المبلغ كده يبقى كبير قوي؟ جرى ايه يا نعيم؟ استخسر فيا 5-6 مليون دولار زياده؟ ده انت بتكسب في المره الواحده قدهم 100 مره. ولا انت ناسي ان انا بأمن لك العمليه من اولها لاخرها؟ كده بقى هتخليني ازعل منك. تزعل مني ده ايه؟ لا انا ما اقدرش على زعل سعادتك ابدا. يبقى خلاص اتفقنا. يلا عد الدخول بسرعه شويه، مش عايز طناش. حللوا القرش اللي انتوا بتاخدوه. يلا عايزين نحمل العربيه بسرعه. حلاوتك يا عم نوفل. ايوه كده، صوتك عالي في المستودع وبقاليك حس في الدنيا. ما دام بعيد عن عطيات صوتي يعلى زي ما انا عايز. بس انت تعبت النهارده يا عم نوفل. تعبت ايه يالا انت؟ بركه انت، اديني في العطايا يالا. ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا عم نوفل. بقول لك ايه يا عم نوفل، في المستودع بلاش حكايه ياض يا بركه دي، اصل العيال هنا بيخافوا مني وانا مسبب لهم الرعب. فيعني في المستودع بقول لي يا ريس بركه. حاضر يالا. يو قصدي يا ريس بركة. لا لا عادي يا عم نوفل، انت حبيبي بركة. يالا يا ابني اشتغل منك له. يا سلام يا حبيبي. اتكلم عليك. ايه يا بركة؟ قول لي. ايه أخبار الشغل؟ كل الفل يا معلمة، الحديد كله اتحمل واتبعت على المسبح، ودول آخر عربيتين، المستودعات كلها وافقت، وعلى النهاردة أو بكرة بالكتير يا معلمة هتبقى كل الخردة اللي في الدنيا عندك في المسبح. براوة عليك يا معلم بركة. ربنا يخليك لينا يا معلمة، طالعة من بقك زي العسل. أنا بحبك معرفش ليه، لله في لله كده. ربنا يخليك. عامل إيه يا عم نوفل؟ مبسوط في الشغل هنا؟ الحمد لله يا ست انشراح، ده أنا زي ما أكون كنت مدفون بالحياة لحد ما جيت أنت وطلعتيني من التربه اللي انا كنت مدفون فيها. عم نوفل ما تشكرنيش انا، اشكر حربي واشكر زين، هما اللي قالوا لي عليك، عشان كده جبتك هنا تساعد المعلم بركه في شغل المستودع. ربنا يوسع رزقك يا ابني انت وهو، ويزيدكوا كمان وكمان. ربنا يديك الصحه والعافيه يا راجل يا طيب. تعيش يا زين يا ابني. حربي اديني مفتاح العربيه. راح فين؟ مشوار وراجع على طول. طب ما تاخرش. ماشي. بالاذن يا معلم. حربي. ها يا معلم. هو صاحبك رايح فين؟ زين؟ ازيك يا زين؟ امال حربي مش معاك ولا ايه؟ لا. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله يا زين. طب مالك واقف كده ليه يا زين؟ خش جوه اتفضل. انا جاي عايز دعاء في كلمتين. طب اتفضل، يعني مش هتتكلم معاها عند الباب؟ هنا مش هينفع. غيري هدومك يا دعاء وتعالى نتكلم بره. فاكره المكان ده؟ طبعا فاكرين. مش ده المكان اللي انت كنت عايز تقتلني فيه قبل كده يا زين؟ ليلتها انا طلعت ونزلت على مفيش، وبرضه انت اللي نفذت اللي في دماغي. المرة اللي فاتت كان
في كلام كتير قوي جوايا نفسي اقوله لك. وانت قلت لي استنى لما تبقى قدها. انا دلوقتي قدها يا دعاء. عشان كده جبتك هنا. عشان انا اتكلم وانت تسمعيني. عايز تقول ايه يا زين؟ عايز اقول ان من النهارده مفيش صاله. مفيش كباريه. مفيش بهدله. مفيش ذل من اي حد. امال في ايه؟ في جوازه يا بنت. بحبك. بحبك يا بنت وعايز اتجوزك وعايشك ملكه ونسيكي كل اللي فات. انت بتتكلم بجد يا زين؟ طبعا بتكلم جد. طب كمل. كمل عايز اسمعك كمل. وانا هفضل اقول لوحدي ولا ايه؟ مفيش حد هنا هيقول حاجه ولا ايه؟ انت عايزني اقول ايه يعني؟ اسمعها. هو انت كل ده لسه ما سمعتهاش؟ انا كل حته فيا بتقولها يا زين يا ابو نشر. اسمعها. بحبك يا زين. بحبك وعمري ما تمنيت في الدنيا دي راجل غيرك. أول مرة أحس إن الدنيا بتضحك لي بالشكل ده. عارفة كأن كل التعب والشقة اللي أنا تعبته في حياتي راح، كأنه ما حصلش أصلاً. أنت عارف أنا بتمنى اليوم ده بقالي قد إيه؟ طب إحنا مستنيين إيه؟ يلا بينا. على فين؟ على عم نوفل. أطلبك منه دلوقتي وأبعت أجيب مأذون وأكتب عليك الليلة. ولسه أربعة بس يا زين؟ مش أربعة؟ كل اللي إحنا استنيناه ده وتقولي لي أربعة؟ خلاص يا دعاء ما بقتش قادر. أنا مش فاهمة يعني، ما هو مش هينفع النهاردة، ما تصبر لحد بكرة. اشمعنى بكرة يعني؟ أقول لك، أنا عايزة أروح البيت دنيا ألم هدومي من عندها وأعدي على عزامبي في المكتب وأقول له إن أنا هسيب له شغل وأصفي حسابي معاه عشان البيت دنيا ما يبقاش شكلها وحش قدامه. أدي دنيا وأدي عزام، ما تظف دنيا وتظف عزام يا دعاء. لا 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 يا زين أخصى عليك، كله إلا دنيا. الدنيا دي بنت عمي وهي اللي شالتني على كفوف الراحه في عز زنقتي، وبصراحه كانت مستحملاني طول الفتره اللي فاتت دي. وبعدين انا ما ينفعش يعني اخلي البت بعد ما عملت معايا كل ده تتاذي بسببي. لو عزمني لقاني فجاه كده سبت الصلاه ومشيت، مش دي الاصول؟ يا دي الاصول اللي كل الناس عرفاني بيها. هي الناس دي تعرف اصول يا دعاء؟ خلينا احنا احسن منهم. وبعدين ده كلها سواد الليل. ماشي يا قمر. ما انا عارف دماغك جزمة قديمة ومش هتسكتي لما تنفذي اللي في دماغك. وانا ما اعرفش اقول لك لا. اصبر بس. اصبر لما نبقى انا وانت في بيت واحد. هتبقى سيدي وتاج راسي وراجلي. وكلمتك هتبقى سيف على رقبتي. سلمة رقبتك. ده انت اللي هتبقى ستي وتاج راسي وهشيلك في عينيا من جوه. لحد ما نكبر كده ونبقى كراكيب وعواجيز. وبرضه اقول لك بحبك ويا بنت. ايه الروقان ده؟ انت كنت فين كل ده يا ابني؟ كنت مع دعاء. حصل حاجه ولا ايه؟ ابدا. بس دعاء راجع لحته واتفقنا ان احنا هنتجوز. تتجوزوا؟ تعالى يا سيدي الف مبروك. يلا بقى عشان ننزل. ننزل؟ نروح فين؟ عنتر اتصل وبيقول ان في اجتماع الليله في العوامه مع عدلي بيه. عنتر؟ عوامه؟ عومه ايه؟ عومه عنتر. اشمعنى يعني؟ انا عارف. ولا احنا هنروح ونفهم. يلا. لا استنى بقى اغير البدله دي احسن انا لابسها طول النهار. جرى ايه يا دعاء؟ مش هتقومي يوم ما تلبسي عشان نلحق نروح الصاله؟ ما انا جاهزه. جاهزه؟ جاهزه يعني ايه يعني؟ هتروح الصاله كده هون؟ ايوه انا هروح كده الصاله علشان انا النهارده هقول لعزام بيه ان انا هسيب الشغل. ايه؟ هتسيب الشغل ليه؟ حصل ايه؟ زين هددك؟ قالك حاجه؟ لا زين هيتجوزني يا دنيا. ايه؟ هيتجوزك؟ لا انا مش مصدقه. مبروك مبروك يا دعاء. الف 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 مبروك.
مش عليكي يا اختي، عليكي. ايه ده يا اختي؟ مش مصدقه وكتاب الا ما مصدق. عقبالك يا دنيا، عقبال ما حربي يا رب هو كمان يتهفف عقله كده ويتجوزك ويخلصك من القرف اللي انت فيه ده. حربي، حربي ايه بس يا دعاء؟ حربي يا اختي مش بتاع جواز ولا عمره اصلا هيفكر فيه، ولو فكر فيه كمان يا دعاء مش هيبقى انا يا اختي. وليه يا اختي ما تبقاش انت؟ هو يعني على راس ريشه ولا على راسه ريشه؟ الغلط مش فيه هو يا دعاء، الغلط فيا انا. بقولك يا بت، رب الكبير وستار، وان شاء الله رب نكتب لك اللي فيه الخير. يكتب لنا كلنا اللي فيه الخير. هي العيال دي هتفضل لطعنه كتير كده ولا ايه؟ ايه يا عنتر؟ انت مش اتصلت بالعيال دي ولا ايه؟ اتصلت بحربي، قال لي ان زيني في مشوار، اول ما يرجع هجيبه يجي. طبعا ما هو الغربال الجديد له شده. والله وضت لهم في القفص ولاد الايه، وجه عليا اليوم اللي اقف مع الحسله دي واحط ايدي في ايدهم. يبقى اغسل يدك بعد ما تحط يدك في يدهم. انت بتهزر يا عنتر؟ انا مش فاهم بس انت ازاي مستعملهم؟ اوامر باشا الكبير، وانت عارف اوامر باشا الكبير. يا جماعة كل عقدة وليها حل. إلا العقدة دي يا عدل بيه ملهاش حل. بس هنعمل إيه؟ دلوقتي ما علينا غير السمع والطاعة. شوف يا عزام، أنا مش ناوي أدخل في مشاكل مع الباشا الكبير. أظن اللي شفناه لرشوان واللي بيحصل له يخلينا ننفذ الأوامر ومن سكات. واضح يا عنتر إنك مش ناوي تتدخل في حاجة، وفعلاً ناوي تمشي جنب الحيط. وهتفضل ماشي جنب الحيط كده لحد العيال دي ما هتولعها نار. بس انا بقولك النار دي هتيجي عليك انت والعيال الجرابيع دول. العيال دول بقى بيشتغلوا معانا، لازم تفهم كده. صح صح يا عنتر، لازم افهم كده وفعلا هتعامل وياهم ولاد الليل. ازيك يا حربي؟ ازيك يا عنتر بيه؟ ازيك يا زين؟ عنتر باشا؟ ادخل اتفضلوا. بنضحك انت ماسي، ليلتنا قشطه ان شاء الله. ده الحبايب كلهم متجمعين اهو. ما تبطل بقى يا زين، الله مش لازم يعني تبقى حلانجي قوي كده عشان توصل. ما انت وصلت وخلاص، بلاش حركات دي بقى معانا. طب لازمتها ايه طب الدخله الناشفه دي؟ حد فينا قال لك حاجه غلط؟ سيبكوا بقى من الكلام ده وخلونا في المهم. استلمت المسابك؟ حصل يا باشا. ايه الاخبار؟ 100 100 100 100 يا باشا والله. المسابك شغاله تمام والاشياء اخر معدل الحمد لله. تقولوا ايه؟ يعني مفيش اي مشاكل صفتكم؟ خالص يا باشا والله. وفي حاجه كنت اقول لك، كله ماشي ساعه. تقولش يعني ساعه سويسرا يا عمنا. ازاي؟ انا عارف ان المسابك فيها مشاكل كتير وخط الانتاج متعطل وشبه متوقف. اشاعات اشاعات يا باشا، البلد دي بقت مليانه اشاعات وكلها ناس حقوده. خلاص خلاص، خلينا نتكلم في الشغل اللي احنا جايين نتكلم فيه. معاك حق، نتكلم في الشغل. خير يا باشا. دلوقتي في شحنه جديده هتوصل مينا اسكندريه التجاري بكره، هتيجي على مركب تركي. مطلوب منكم ان انتوا تروحوا هناك وتستلموا الشحنه دي وتجيبوها وتخزنوها في مخازن عنتر بيه. الباشا بيأكد ان العملية دي لازم تتم بسهولة ويسر من غير أي مشاكل، مفهوم؟ والكلام ده يحصل امتى يا باشا؟ بكرة. ايه؟ بكرة؟ بكرة هتروح اسكندرية، هتقعدوا على قهوة القهوة التجارية، وهناك هتقابلوا واحد اسمه سلومة، هو يفهمكوا على كل حاجة. وده نعرفه ازاي يا باشا لا مؤاخذة؟ والله اللي يسأل ما يتوهش. وسلومة ده هو اللي هيدينا البضاعة؟ لا، هو اللي هيدلكم على المكان اللي فيه البضاعة. انتوا بقى تخشوا منطقة الجمرك، تخشوا على الكونتينر، تفتحوه، تاخدوا البضاعة وتمشوا، لا من شاف ولا من دري. بس دي حاجة تخضها يا باشا لا مؤاخذة يعني. معلش يا حبيبي، ساعتها نبقى نجيب لك طاسة الخضة. هو أنت يا باشا فاكرنا إيه؟ نسمة؟ هنخش منطقة الجمارك ناخد الحاجة ونخرج من غير ما حد يضرب بينا؟ ليه؟ داخلين وكالة من غير بواب ولا لابسين طاقية الإخفة؟ يا أخي زين، الله
ما انت كنت عامل فيها جامد قوي وقلبك حديد وشجاع السيمة. ايه؟ هتجيب ورا ولا ايه يا اخ زين؟ والنبي اتنقطنا بسكتك انت، مش ناقصينك، اسكت. ما تقلقش يا زين. عموما احنا مأمنين العملية دي كويس قوي. رجالتنا موجودة في كل حتة، في مباحث المخدرات وفي المينا وفي الجمارك. المهم ان العملية دي تتم من غير أي مشاكل. خد يا حربي، ده مفتاح الكونتينر رقمه 3225. خش افتح الكونتينر هتلاقوا صندوقين عليهم علامة إكس. تاخدوا الحاجة اللي فيه وبعدين تمشوا من غير ما حد يحس بيكم. أفتكر يعني مفيش أسهل من كده. ده إيه رأيك بالكلام اللي اتقال يا حربي؟ ماله؟ مستريح له؟ مش مهم إذا كنت مستريح له ولا مش مستريح له، مهم إن دي أوامر الباشا الكبير ولازم تتنفذ. أيوة بس دي مخدرات يا عم حربي، على آخر الزمن هنشتغل في تعريب المخدرات؟ دي مجرد مرحلة زين، سلمة ولازم نطلعها. يا عم بقى بلا سلمة بلا نيلة. الله، أنا مش مستريح للحكاية دي، وبعدين حبكت يعني بكرة. وإيه المشكلة في كده؟ كنت هقابل دعاء بكرة يا حربي. خلاص يا زين، ما أنت كنت معانا النهاردة، وبعدين اتصل بيها واجل الميعاد من بكره لبعد بكره، ما فرقتش كتير يعني؟ لا فرقت يا اخويا، فرقت كتير قوي. اشمعنى؟ المفروض ان دعاء هتسيب الشغل في الصاله النهارده، وانا كنت بكره اروح اخدها ارجعها المنطقه، وكنت ناوي افتح ابوها في موضوع جوازنا. انت حقيقي ناوي تتجوز دعاء يا زين؟ طبعا يا اخي، انت عارف ان ده حلم حياتي من زمان قوي يا حبيبي. بتحبها؟ جدا. وهي؟ أول ما فتحتها في الموضوع ده كانت هتطير من الفرح. ربنا يهنيكم ببعض. عقبالك يا صاحبي. واحنا رايحين فين دلوقتي؟ ابدا، نعدي على ابو صلاح كده نظبط معاه الامور ونشوف هنعمل ايه بكره ان شاء الله. عزام بيه؟ فيها برع. البنت دعاء بتسأل عليك وعايزه تقابلك. وده عايز ايه دور اخرى؟ معرفش، بس الليله دي مش راضيه تطلع المسرح. نعم؟ يعني ايه مش راضيه تطلع المسرح؟ هي سويعه؟ روح عند اهلي بسرعه. دعاء، عزام بيه وصل، مستنيكي في المكتب. ست دعاء، ما نزلتيش الصلاه ليه؟ اصل ساعتك انا جاي النهارده عشان اقابل حضرتك، يعني مش عشان انزل اشتغل. وعايزه تقابلي حضرتي ليه؟ اصل ساعتك يعني انا كنت قررت يعني ان انا مش هينفع اكمل في الشغل تاني يعني. نعم يا اختي، سيب الشغل. هو اللي عايز يسيب الشغل يسيبه بمزاجه كده ليه؟ سايبه؟ لا سعادتك مش سايبه ولا حاجه، وما انا جايه هو لحضرتك دلوقتي عشان اقول لك، عشان حضرتك تلحق تتصرف يعني. اتصرف؟ اتصرف ايه يا اختي؟ هو الشغل على مزاجك هنا ولا ايه؟ ما تتكلمي وتنطعي. اصل حضرتك انا حصل عندي ظروف هتمنعني من ان انا اشتغل يعني. ظروف ايه ما تنطعي؟ اصل عقبال عندي حضرتك كده هتجوز. نعم يا اختي، تتجوزي؟ ما تتجوزي ولا تتنيلي بستين نيله. ايه دخل جوازك بشغلك في الصاله؟ ما هو حضرتك زين طلب مني ان انا ابطل شغل بعد جوازي، فانا مش هينفع اكمل عشان كده، عشان هو طلب كده. زين؟ هو انت هتتجوزي زين؟ طب مش كنت تقولي كده من الاول يا شيخه؟ الله، ازاي؟ اصل انت ما تعرفيش معزه زين عندي دي قد ايه؟ يعني هو حضرتك مش زعلان؟ زعلان؟ طبعا زعلان.
زعلان اولا انك هتسيبينا، وزعلان اكتر انك خبيت السر ده عليا مده طويله، خاصه ان احنا متفقين من الاول ان احنا عيله واحده ومفيش بينا اسرار. انما طبعا انا فرحان ليكي، وفرحان اكتر لزين. اصل زين ده له معزه عندي كبيره قوي، ما تعرفيش غلاوه زين عندي دي قد ايه. يا عزام بيه، والنعمة زي ما تكون شلت طوبة كده من على قلبي. ده انا مبسوطة قوي، والنبي ان حضرتك ما زعلتش. ازعل؟ ده انت زي بنت دعاء، وافرح لفرحك. بس انا ليا طلب عندك. امرني يا باشا، امرني. عايزك بكرة تيجي هنا عادي خالص. اشمعنى يعني؟ اشمعنى ايه؟ عشان اديكي بقية حسابك ومكافأة نهاية الخدمة، وكمان اكون لحقت يعني كده جهزت لكم هدية كويسة بمناسبة جوازك انت وزين. ربنا يخليك ليا، والله ما ليه لزوم والنعمة، ربنا يخليك. يا دعاء، معقول هتكسفيني؟ ده النبي قبل الهدية، انت مش هتقبلي هديتي؟ عشان خاطر عيونك انت بس. خلاص، يبقى انا بكرة بإذن الله أعدي على حضرتك في المكتب هنا. ماشي، روحي انت دلوقتي يا حبيبتي، وبكرة ان شاء الله أشوفك. ماشي، على إذنك يا باشا. اتفضلي. ورا ايه؟ قوم يا باشا. تعالى وقف الباب. خير يا سعادة الباشا. دعاء هتسيبنا وهتتجوز. عارف هتتجوز مين يا برعي؟ هتتجوز زين. زين؟ علشان كده عايزين نحضر لهم هدية جواز معتبرة على مزاجي، واللي حاوله لك عايزك تنفذه بالحرف الواحد. ايوه. طيب اهلا. كله ابو صلاح، انت كنت نايم ولا ايه؟ لا بس كنت مريح شويه. تعال اتفضل، هعمل شاي اعمل لكم معايا. ماشي ابو صلاح. استلمت المسابك؟ ايوه يا سيدي استلمناها. ومالك بتقولها وانت زعلان كده؟ لاننا استلمناها خرابه. سير اشوان شفط كل خيرها، سابها لنا مفلسها وحالتها منيله ب60 نيله. وعملتوا ايه؟ ما انا قلت الحرب من الاول. احنا لا لينا في التجاره ولا لينا في الاداره. عشان كده رحت الانشراح واتفقت معاه ان هي اللي تمسك المسابك. الانشراح وافقت؟ وافقت. يا عم صلاح، ولا حد يقدر يقول لي لا؟ ده انا لا اي ولا زي. بيني وبينك كويس قوي انها وافقت. وانشراح كده حلت لنا كل المشاكل اللي قابلناها في ثانيه، والمسابك هتمشي فل الفل وعلى العالم. بس كويس قوي الموضوع الانشراح ده. لازم يكون لكم حد في شغلكم يراعي ويشيل بلاويه عنكم. انا عايزكم تبقوا معايا على الخط، نركز وندبر الخطوة اللي جاية. واحنا بقى جايين لك الليلة عشان الخطوة الجاية دي. ايه حصل حاجة جديدة؟ في شحنة بكرة هتيجي للباشا الكبير، أنا وزينة نروح نستلمها من المينا في اسكندرية ونوصلها المخزن عنتر بيه. والحكاية دي متأمنة؟ والله عدلي بيقول إن هم ليهم رجالتهم في المينا وليهم رجالتهم في مباحث المخدرات، يعني بتهيألي الدنيا متظبطة. كويس أوي، على فكرة دي خطوة مهمة جدا. بس أنا الفار بيلعب في عيب من اللعيب عزام ده. خايف يكون مرتب لنا حاجه كده ولا كده. ده راجل مش اهبل ولا سهل زي رشوان، ضربته هتبقى قاضيه يا متر. خلاص يبقى نتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه. ده نعملها ازاي يا ابو صلاح؟ مش احنا اللي هنعمل يا حربي، الباشا الكبير هو اللي هيعمل ويسيحه من سكتنا خالص. يا عم ما تخلص وتقول لنا بقى اللي جواك ده. ايه الالغاز دي؟ انتوا مش بتقولوا ان عدلي قال لكم ان لهم رجاله جوه مباحث المخدرات ببلغوهم بكل حاجه؟ حصل. خلاص هاتت بلاغ صغير من مجهول ضد عزام. مباحث المخدرات هتراقبه، رجالتهم اللي جوه هيبلغوا الباشا الكبير. الباشا الكبير هيعرف بقى ان عزام متراقب وريحته فاحت. تفتكروا الباشا الكبير لما يعرف كده هيعمل ايه؟ ساعتها ممكن يبعده عن اللعب وممكن يخلص منه خالص. يخرب عقلك، ده انت برنس. هو انت دماغك دي ايه؟ سن؟ ده انت شطان يا متر. متشكر يا زين. والمجهول بقى اللي هيقدم البلاغ في عمنا عزام ده يقدمه امتى؟ انتوا مش بتقولوا ان البضاعة جاية بكرة؟ اه. خلاص اتقدم دلوقتي فورا.
ربنا يقدرك على فعل الخير ابو صلاح. أنسة أماني؟ أيوة. نعيم بيه السيوفي طالبك في مكتبه. تحت أمرك. اتفضلي معايا. الأنسة أماني. بخير يا أنسة رشا. نعيم بيه مستنيكي جوه، اتفضلي. متشكرة. تعالي يا أمل، تعالي. تحت أمرك يا فندم. هاني أنا آسف جدا إن المرة اللي فاتت ما قدرتش أقابلك، كان عندي شغل كتير أوي. أنا بكرر آسف يا بنتي. ولا يهمك يا فندم، حصل خير. رشا تعالي عايزك. أماني الموضوع بتاع الولد اللي اسمه حرب ده بتهيألي كفاية لحد كده، خلاص بقى لازم يقف. أفندم؟ سلسلة المواضيع اللي أنت كتبتيها عن المنطقة الشعبية اللي هو طالع منها وعنه هو كمان بتهيألي خدت حقها وزيادة، يعني خلاص لازم تقف. رشا. أيوة يا فندم. وصل الورق ده لمدام شهيرة. وخليها تتصرف فيه بمعرفتها هي. حاضر يا فندم. بعد اذنك يا فندم، ممكن اعرف القرار ده اتخذ بناء على ايه؟ اماني متهيألي ان انت خلاص عرفتيني كويس، وعارفه كمان ان انا لا يمكن اسمح باي ضغوط تاثر عليا او على شغل الجريده. بس احنا في الاخر جزء من النظام، عايشين جواه مش براه. يعني ممكن ننتقده، ممكن نهاجمه، انما مش ممكن نهده. متهيألي ده هيدي مصداقيه كبيره جدا للجريده، وهو ده المطلوب منك اليومين اللي جايين. فكري يا اماني كده في مواضيع جديده فيها امل، فيها تفاؤل. عايزين الناس يحسوا ان بكره احلى من النهارده. عشان كده انا بطلب منك ان موضوع الولد اللي اسمه حرب ده تنسيه خالص. خلاص كفايه لحد كده. تحت امرك يا فندم. انا كنت متاكد انك هتوافقيني على وجهه نظري. يلا بقى وريني همتك ونشاطك، واكتبي لي في المواضيع الجديده اللي لسه مكلمك عنها. انا واثق انك هتعملي حاجات تجنن ما حصلتش. لكن موضوع الواد حربي ده انا عايزك تنسيه خالص. خالص يا اماني. لا ما عنديش حاجة. أوكي نص ساعة بس. باي. ليه يا رشا؟ في حاجة؟ هو حضرتك مش قلت الأماني إنها لازم تقفل موضوع حربي دوت وما تفتحوش خالص علشان ما تلفتش الأنظار ليه؟ حصل. أصل أنا دلوقتي وأنا جاية من مكتب مدام شهيرة قابلتها عند الأسانسير، وكانت بتكلم حربي في التليفون وبيتفقوا إنهم يتقابلوا. إيه؟ يتقابلوا؟ أيوة يا باشا. لا أنا لازم أعرف إيه السر اللي بين البنت دي والولد اللي اسمه حربي بسرعة، ودي هتكون مهمتك أنت يا رشا. سعادتك شايف إنه حاجة زي كده ممكن تفيدنا في حاجة؟ يعني هو كارت يبقى في ايدينا نطلعه وقت اللزوم لو عزناه. اتفضل يا معلم. ها ايه الاخبار؟ مزاجك ماشيه 110%، والبركه في ست الكل.
انتوا بس عشان طيبين وامكم ده عيالكم ولاد حلال، ربنا بيسترها معاكم. ده انت الخير والبركه كلها يا معلمه. طيب هوصل انا مشوار ساعه كده وبعد كده ارد تاني ناخد المعلمه نوصلها للبيت قبل ما نتكل احنا على الله. مشوار ايه ده اللي انا معرفوش؟ دي مصلحه كده اسكندريه وردين في السريع ان شاء الله. مصلحه ايه برضو في اسكندريه اللي انا معرفهاش دي؟ مصلحه العنتر بيت، الراجل برضو يعني جمايله علينا ومغرقانا، لازم برضو نخدمه، مش كده ولا يا معلم؟ عداك العيب يا زين، طالما في عنتر بيه نخدمه برموش عينين. طيب بالاذن انا بقى. ما تاخرش يا حربي. راح هو وزين يعملوا ايه في المسبك عند رشوان؟ المراقبين عرفوا من العمال ان حربي وزين اشتروا المسبك من رشوان، وان هم اتفقوا مع المعلمه انشراح انها تدير المسبك بنفسها، وهي دلوقتي اللي بتديره. معقوله يا روف؟ معقوله بعد ما رشوان يحرض على قتل حربي وزين يبيع لهم المسبك قبل ما يسافر بره البلد؟ طب تيجي ازاي؟ وبعدين جابوا الفلوس منين؟ دول من مده قصيره ما كانوش لاقيين اللضا. في الحقيقه يا فندم في حاجات كتير مش مفهومه. واضح يا فندم ان في حاجات كتير بتتلعب من تحت لتحت، زي حكايه قتل قبضاي اللي كنا بنحقق فيه هنا في القسم، والنيابه حفظت التحقيق وايدته ضد مجهول، وحكايه رشوان ده اللي اختفى وما عادش ليه اثر. واضح فعلا الحكايه كبيره وفيها عك كتير قوي يا رؤوف. ايوه رؤوف بيه، انا في حاله مخالفه على المسبك. طب خليك وراه وبلغني مكانه اول باول. بعد اذنك يا فندم. رايح فين يا رؤوف؟ هتابع موضوع حربي ده بنفسي لحد ما اعرف ايه اللي وراه. ايه ده؟ انت سبت شغلك واشتغلت سواق ولا ايه؟ سواق ايه بس يا استاذه؟ ده عربيتي. عربيتك؟ اه. طيب مش هتنورينا بقى وتركبي عربيه؟ مش مطمنه لك، مجيتك على الصبح كده اكيد وراها حاجه. دي حقيقه. اقدر اعرفها؟ طب نروح نقعد في مكان هادي الاول وانا احكي لك على كل حاجه. اتفضلي. ايه رايك بقى في المكان ده؟ بذمتك مش احسن؟ مش عارف، المكان التاني دمه اخف. خلاص لو تحب نروح هناك مفيش مشاكل. لا خلاص بقى، مش هنفضل رايحين جايين في العربيه. يلا ننزل. رؤوف بيه، الهدف وصل فندق كارما. شكرا، ألف شكر. ها إيه رأيك بقى في المكان الحلو ده؟ هي إيه الحكاية بالظبط؟ أول مرة اتقابلنا فيها كنت عاوز تقعدي في قهوة بلدي وتطلب لي حب حسن، وتاني مرة في مكان هادي على النيل، والمرة دي بقى جايبني في أشيك مكان في مصر، ده غير اللبس والشياكة والعربية. كل ده منين يا حربي؟ أبدا، ربنا الحمد لله يعني فتحها عليا من واسع. حربي، أنت في حاجة مخبية عليا؟ لا خالص. أنت بتسألي ليه؟ أبدا، أصل النهاردة في الجورنال حصل حاجة غريبة أوي. نعيم بيه طلبني وطلب مني إني أسيبني منك. نعيم بيه قال لك كده؟ أيوه يا حربي، قال لي كده بالظبط. سيبك من الجدع اللي اسمه حربي ده. مش عارف، بس يعني ممكن يكون كان عايز يوصل لحاجه معينه من المواضيع والحوارات اللي احنا بنعملها مع بعض، وبعد ما وصل لها خلاص ما بقاش محتاج لاي موضوع تاني. ممكن، بس انت بقى موافق على كده؟ أنسة أماني، انا ماليش اني اوافق او ما اوافقش، حاجه يعني بينك وبين رئيس مجلس اداره الجورنال بتاعكم. صح يا حبيبي، انت مالكش دعوه.
بس من حقي اعرف بقى انت طلبت تقابلني ليه؟ ابدا. اسمك وحشتيني. كنت عايز اشوفك واطمن عليك. عايز تشوفني وتطمن عليا وبس؟ اه والله، اه والله العظيم. حربي، احنا اول يوم اتقابلنا فيه قلت لي ان اللي في قلبك على لسانك، وانا بقى طبعا ما بحبش الراجل الملاوع اللي كلامه بيجي في اكتر من منطقه. لو في حاجه عاوز تقولها يا حربي قولها على طول، لأما بقى قعدتنا في المكان الشيك ده ملهاش اي لازمه.